يقدر بنادم يصاوب حتى 3000 حلقه. اللي كيهمني هو خصنا نقدموا الدراما للطفل، يعني مسلسل خاص بالاطفال، باش من خلاله من داك التشخيص ودوك المواضيع اللي كنطرقوا ليها بواسطه التمثيل والتشخيص، كنقدروا نبلغوا اشنو بغينا نقولوا لهذوك الاطفال. فعاود ما يكون الخطاب مباشر، فج كيكون الفن كيخدم الرساله التربويه بواسطه كيف اللي كنت كندير التاليف ديال المسلسلات ديال الاطفال. وبكل تواضع كنقول انه الوحيد اللي قدم الدراما الخاصه بالطفل في هذيك 25 سنه الى يومنا هذا هو عبدو ربي. فانا كنت كندير برامج الاطفال، يعني فقرات فيها انشيد فيها اعمال يدويه حتى شي مفيد، يعني ماشي وفقرات اخرى اللي هي حتى هي عندها علاقه بالتربيه، لكن المسلسل كيلعب دور مهم وصعيب باش يتصاوب. دابا كاين عندنا بزاف المخرجين كيديروا اعمال دراميه الكبار مهمه، مش نقول ماشي مهمه، ولكن الطفل مهمول. فانا انا اللي كنوضع التساؤل علاش شي مخرج ما يلتجاش او مؤلف يكتب مسلسل للاطفال. فانا كنت كنكتبه من راسي وكندير لهم الاخراج راسي وكنمرن هذوك الاطفال، لان هو صعيب باش دير مسلسل للاطفال حيت هذوك الاطفال ماشي محترفين، والاوقات ديال الدراسه ديالهم ماشي الاوقات ديال دائما. يعني يمكن تصور مسلسل السبت والحد ما كافيش بالنسبه للتصوير، يعني لابد من التضحيه باش يمكننا نقدموا واحد الماده اللي هي فيها رساله تربويه لهاد البلاد ديالنا للاطفال. ديال كانت وقفه ديال التامل ومراجعه الاوراق، لانه ما بغيتش نكرر نفسي. ماشي المزيود اخوات، يعني المجال ديال الطفل جيل من بعد جيل كيتزادوا اشياء اخرى تتكلم عليها. حتى دابا راه ممكن تتكلم على هاد التكنولوجيات الجديده اللي هي انترنت اكسترا وبزاف د الحوايج اللي كيعيشهم الطفل ديال دابا. ما غاديش نقدم بطبيعه الحال مسلسل عنده علاقه بالسبعينات ولا الثمانينات، انا باقي مازال الفكر ديالي متمشي مع العقليه ديال الطفل، وباقي كنقوم بمسرح الطفل في المسرح. اما بالنسبه للتلفزيون فما ملي رجع، يعني كانت وقفه ديال مراجعه الاوراق ووقفه التامل طولت فيها شي شويه، يعني كان كسل فني، كنحتاجوا هذاك الكسل الفني باش نعاود نيت يتسرح المخ باش تعاود تكتب شي حاجه مزيانه. ولكن جاو ظروف صحيه اللي كنت تهرست من رجلي وبنتي دارت عمليه على القلب ووقفت واحد 3 سنين اخرى. عاود ومن بعد 3 سنين عاود رجعت للتلفزيون، لقيت التلفزيون واحد الوقت دخلت وزاره الداخليه للاعلام ولقيت الجو ماشي هو ذاك، ما عجبنيش يعني. ما وصورت حلقه نموذجيه وخليتها ومشيت بحالي. ما كنتش عليك، انا ماشي عييت من الاطفال او كان نوحل مع الكتابه ولا الاخراج. ففي ديك الوقت كنا كنخدموا بالتقنيين ديال التلفزيون، فالبعض منهم كيخدم معاك باخلاص بلا دور معايا بلا والو، ولكن كان بعض السابوتاج من طرف اما ناس كبار بزاف اما ناس من التحت اما من الوسط. المهم ما نقدروش نحملوا مسؤوليه لواحد، يعني المغرب ديالنا زوين وفيه زوينين وفيه الخايبين كيف اللي فين ما مشينا. فهذاك السابوتاج بدا شويه كيسمو ما عييتش من الاطفال، عييت من التحريميات ديال الكبار. التصوير راه كتعرف دابا كاين شركه الانتاج وعندهم كذا وكذا وكذا، والمجال دابا كون كانت عندي الصحه ديال بكري غادي نقدر ندير. يعني باقي عندي افكار ولكن خاص واحد اخر يتكلف بيا. ولكن ما كتبش عليك، وليت متخوف انني نصور حيت غامرت في 97 وصورت 5 ديال الحلقات مسلسل وما داش. وهذا الموضوع تكلمت عليه في برنامج تلفزيوني، وفاش داروا لي التكريم في مسار في دوزيام تكلمت على هذا السابوتاج اللي كان دار لي، لانه خسرت واحد البركه ديال الفلوس ديالي وزدت عليها 75000 درهم ديال الديون باش نقدم انا منتوج للطفل المغربي. يعني ماشي كنتكلم على الفلوس، انا باغي فلوس، انا ما عمرني ربحت، ولكن رابح حب الاطفال وحب الكبار. خدم في بعض المسلسلات اللي كناخذ ادوار كنسميهم ادوار ديال المواد الغذائيه، وكندير جوله عبر القرى والمدن، القرى النائيه والمدن شبه حضاريه، كنقدم فيها بحال هذا العرض هذا اللي عندي ديال الاطفال. واحد النهار كانت جاتني في هاد 58 سنه ديال الميدان الفني وبعد تعاقب عده وزراء الثقافه، الوزير الثقافه الوحيد اللي كان اللي هو محمد الصبيحي كان عيط لي في التليفون وعطاني صفت رساله لجميع المديريات الجهويه ديال وزاره الثقافه، واللي كنشكرهم كاملين اعتنوا بيا وخذوا من عندي عروض ودرتهم في قرى نائيه ووصلوني بالطوموبيل لاند روفير، وكان الباديه اللي بعيده ودوك الاطفال اللي محرومين كندير لهم كتوبه وكنقدم لهم كراكيز ومسرح واسمو وكندير لهم هدايا باش يحسوا. وكنت كنفرح
وهما تا هما كيجيو لابسين الحوايج العيد باش يتفرجوا فيها لانهم محرومين من السينما والمسرح والتلفزيون في الباديه. هذا هذه كانت بادره طيبه من طرف الوزير الثقافه السابق، ودرت تقريبا جوله في قربت نكمل كل شيء للمدن المغربيه. هذا هو اللي كاين حاليا دابا، مره كيجي مسلسل او مسلسل ولا فيلم سينمائي على حساب الدور اللي كيكون مناسب ليا. انايا كان شافني ياسين فنان في شي مسرحيه، ومن بعد خداني في مسلسل زينه، ومن بعد خداني في مسلسل وعدي، وخدمت مع جيلاني فرحاتي في بعض الافلام السينمائيه وحكيم نوري، وفي التلفزيون تعاملت مع هشام.